السلام عليكم الأصدقاء. المهم كما وعدتكم أنا درت لكم الطابلو بالعربية، وأول مرة كنهضر في القناة ديالي بالعربية. المهم الله يخليكم، دعمونا بجيم وبارطاجيو الفيديو باش توصل لكاع الناس اللي محتاجين يفهموا ويستافدوا على لي دياموند جولد. هاد الطابلو هذا درتو باش نوريكم كيفاش غادي نديروا الاختلاط بين هاد الأربعة ديال الألوان ديال الطيور دياموند جولد كلاسيك. المهم كيما كتشوفوا الطابلو، الفوق كاينين النثاوي، كاينة نتوى كحلة والحمراء ونتوى الليمونية ونتوى كحلة بالمنقار الليموني والأحمر اللي بغيتو. والجهة اليسرى ديال الطابلو درت فيهم الذكورة بحال بحال. المهم راس حمر وراس كحل والليموني وراس كحل والمنقار احمر ولا اورانج ولا ليموني. انا ان شاء الله نحاول نفسر لكم شويه بشويه وحده بوحده باش كل شيء يفهم. المهم غادي نبداو بذكر راس حمر. كما كتشوفوا هنايا، الى خدينا ذكر راس حمر وجبنا ليه نتوع اللي راسها كحل، غادي يكونوا عندنا الولاد ديالهم الذكورة غادي يكون راسهم احمر، وغادي يكونوا حاملين الراس كحل. يعني في الجينات ديالهم في الدم ديالهم غادي يكون عندهم الولاد اللي راسهم كحل، والنتاوي ديال هاد الزوج هادو غادي يكونوا كاملهم راسهم احمر. وإلا خدينا ذكر الاحمر راسو احمر، نبقاو ديما مع اللي راسو احمر ونجيبو ليه نتوى راسها احمر بحالو بحالها، يعني 100% غادي يكونوا عندنا الاولاد ديالهم راسهم احمرين، يكون عندهم راس احمر كل شيء، هما يكون عندهم راس احمر. انتما كيما كيبان لكم. وإلا خدينا ليه نتوى راسها ليموني اي برتقالي، 100% الولاد ديالهم غادي يكون عندهم الراس احمر، ولكن في الجينات ديالهم يعني في الدم ديالهم غادي يكون عندهم الراس ليموني. يعني هادو الا ولدوا من بعد غادي يكونوا يخرجوا الولاد راسهم ليموني برتقالي بحال امهم. المرحله الرابعه، الا خلطنا الذكر الاحمر جبنا ليه نتوى كحله وقنقومها احمر ولا ليموني، غادي يكون عندنا ذكوره صغار راسهم احمر وحاملين الراس برتقالي في الداخل ديالهم في الدم ديالهم، يكون عندهم ديما داك الاتصال مع الراس البرتقالي. والنتاوي الصغار اللي غادي يتزادوا غادي يكون عندهم راس احمر بحال باهم، ولكن في الجينات ديالهم يعني في الدم ديالهم غادي يكون حاملين الراس ليموني بحال هادي. ندوزو للطير الثاني، الذكر الثاني اللي راسو كحل. انتما كيما كتشوفوا لي راسو كحل وجبنا ليه نتوى كتشبه ليه، 100% غادي يكونوا عندنا طيور صغار كلشي كيشبهوا لباهم ومو، ما يمكنش يكون شي طير اخر الا في حاله وحده، الا كان عنده هذا الدم ديالو فيه الاحمر ولا فيه الليموني ولا فيه الكحل وراسو قوم، يعني يقدر يعطينا بعض الالوان مختلفه. غير الا جبنا هذا ما مخلطش وهذه ما مخلطاش كيعطونا 100% الريوس كحلين. وإلا جبنا ليه نتوى حمراء الذكورة ديالهم الصغار غادي يكون عندهم راسهم حمر، ولكن يكونوا حاملين راس كحل، والنتاوي ديالهم غادي يكون عندهم راس كحل، يعني قاع النتاوي الصغار غادي يكونوا راسهم كحل. ندوزو للمرحلة الثالثة لهاد الذكر هذا، نجيبو ليه نتوى برتقالية راسها برتقالية وليموني. كما كيبان لكم غادي يعطينا الذكوره راسهم احمر، شوفوا هنا الاختلاف، هذا راس كحل ونتوى راسها برتقالي، ولكن كيعطونا بحال هادي، كيعطونا الذكوره راسهم احمر وكيكونوا محمولين، يعني في الدم ديالهم كيكون عندهم الراس كحل، يقدر يكون عندهم راس كحل ولا الراس برتقالي، يعني ديما في الدم ديالهم كيبقى الصله ديال الوالدين ديالهم.
ونتاوي ديالهم صغار كيكون عندهم راسهم كحل، كيشبهوا لباهم صافي، راسهم كحل، وفي الدم ديالهم كيكون الراس برتقالي، يعني عندهم الدم ديال امهم واصل. المرحله الرابعه اي النتوه الرابعه، الا جبنا لهاد الذكر هذا اللي راسه كحل، كنعطوه نتوه كحله والمنقار ديالها احمر ولا ليموني، كيعطونا 100% الراس كحل، كاملهم كيشبهوا راسهم كحل، كيشبهوا لباهم كاملهم، ولكن في الجينة تاعهم اي في الدم ديالهم كيكون عندهم راس برتقالي. شوفوا دابا نتوما، هذا راسه كحل وهذه راسها كحل، الولاد ديالهم كيخرجوا راسهم كحل، ولكن في الدم ديالهم كاين هذا اللون هذا. نتوما كما كيبان لكم هنا 100% راس كحل اسود، وحامله لراس برتقالي، يعني حامل الراس الليموني. ندوزو للذكر الثالث، هو الذكر الراس البرتقالي يعني الراس الليموني، كيعطينا الولاد الذكورة راسهم احمر بحال هذا، كيكونوا محمولين براس برتقالي لباهم، ونتاوي ديالو كيكون راسهم احمر، يعني هاد التخليطه هذه هي اللي زوينه كاع، كيعطيك الراس احمر في كل شيء، الذكوره ونتاوي بحال بحال. هانتوما كيما كتشوفوا ها السامبول تاع الذكر وهذا السامبول ديال النتوه، يعني كاملهم راسهم احمر وهذا راسهم احمر، ولكن كيكونوا محمولين بالبرتقالي. هانتوما كيما كتشوفوا، ولا جبنا ليه هاد الذكر هذا، جبنا ليه نتوه حمراء 100% كيعطينا كاملهم راسهم احمر بحال هكا، ولكن في الدم ديالهم كيكون البرتقالي، هذا الليموني هذا كيكون عندهم في الدم، يعني العصافير الصغار ديالهم كيكون عندهم اللون البرتقالي في الدم. المرحلة الثالثة اللي جبنا ليه نتوه اللي كتشبه ليه كيما الاخرين، يعني 100% مكيكونش تغيير، كيبقى ديما نفس اللون برتقالي او ليموني المغربية. النتوه الرابعة اللي جبناها ليه اللي راسها كحل عندها قمقم حمر او برتقالي، كيعطينا الذكورة راسهم برتقالي ونتاوي راسهم برتقالي كما كيبان لكم هنا، كيتشابهوا كاملهم كيكونوا بحال هكا، يعني كاملهم كيشبهوا لباهم، ولكن في الدم ديال الذكوره بوحدهم كيكون عنده راسهم كحل، نتاوي كتبقى ديما برتقاليه هي. الا جبنا ليها مثلا هذه الصغيره، هذه العصفور هذا الصغير، جبنا ليه كيفاش كبر وزوجناه بهذا برتقالي، يبقى ديما يعطيك غير برتقالي بحال هكا. هذو الذكوره لا، هادو الا كبروا راسهم برتقالي بحال هكا، ولا خلطناه مع هادي غادي يعطينا، يقدر يعطينا الذكورة كحلين بحال هكا. هذا الطير ذكر الرابع والاخير اللي راسو كحل والخلقوم ديالو برتقالي او احمر، الا خلطناه مع نتوه كحله راسها اللي راسها كحل 100% كيعطينا راس كحل، ولكن في الجينات تاعهم كيبقى ديما اللون البرتقالي، يقدر يخرج مع التزاوج ديال الصغار. الزوج الثاني الا زوجنا ليه هذا، جبنا ليه هذه الزوجه، هذه النتوه هذه راسها احمر، الذكوره اللي يخرجوا راسهم احمر ولكن محمولين براس برتقالي كما كتشوفوا وكحل، ونتاوي ديالهم نتاوي العصافير الصغار غادي يخرجوا راسهم كحل، يخرجوا بحال باهم، هنا الذكوره يخرجوا بحال امهم ونتاوي غادي يخرجوا بحال باهم، غادي يكون عندهم جينات راس برتقالي بحال هكا. شوف سبحان الله، غادي النتوه حمراء والذكر كحل، ولكن الجينات تاعهم بجوجهم كيكون فيهم البرتقالي، علاش؟ حيت كاين المنقار اللي ليموني هنايا ولا برتقالي. هذه المرحله الثالثه، الى زوجناه بنتوه راس برتقالي كيعطينا العصافير الصغار الذكوره راسهم برتقالي، كيكونوا محمولين بالاسود، ونتاوي كيكون عندهم راس اسود كيشبهوا لباهم، هنا كاين اختلاف، هنا كما كتشوفوا مختلفين، هنا كيكونوا مختلفين، نتاوي كيكون راس اسود، هنا ديما نتاوي هادو راسهم كيشبهوا لباهم، وديما كيكونوا محمولين بالبرتقالي ديال امهم.
المرحلة الأخيرة اللي كتشوفوا معايا هي هذه دابا ديال الذكر راسو كحل، جبنا ليه نتوما، والمنقار ليموني أو برتقالي جبنا ليه نتوما كتشبه ليه نفس نتوما، راس أسود أو راس كحل ومنقار برتقالي كيعطينا 100% نفس العصافير، يعني ما كيكونش اختلاف. نتمنى تكون الفيديو عجبكم، وما تنساوش تابوناو الله يعطيكم الخير، وبارطاجيو بعضياتكم، والإفادة توصل لكاع الجميع. اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجة يحطها في الكومنتير، وبارطاجيو يونس ديامو.